مع أنور سالم. أعزائي المشاهدي ومتابعي برنامج سبوتس مع أنور سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، تحية طيبة ويتجدد بنا اللقاء وحلقة جديدة من الحلقات الخاصة من البرنامج في شهر رمضان المبارك. وبنكرر تاني ونقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا السنة دي او الموسم ده والحلقات الخاصة دي حابين ان كل حلقة نقدم قصة بعبرة وفكرة. القصة اللي هحكي لكم النهاردة لها علاقة بشهر رمضان. في فترة من الفترات كنت مسافر في المملكة العربية السعودية واول سنة ليا، وسألت على موضوع الحج لقيت الموضوع مش سهل، وكنت في مكان يبعد عن مكة حوالي 12 ساعة. فقلت خلاص يا رب ان انا اطلع اعمل عمرة رمضان بدل الحج السنة دي، ولا ربنا كرم السنة الجاية بقى حج. فضلت ان انا افكر واحلم واتمنى، وجا شهر رمضان، عدى اول اسبوع ما قدرتش احجز في حملة، وتاني اسبوع الحملة دي وزي رحلة بتطلع كده فما قدرتش احجز. كان عندنا طلاب كتير وكان عندي محاضرات كتير بديها للطلاب، فما قدرتش ان انا اطلع. والاسبوع الاول والتاني وصلنا للاسبوع الاخير وقلت خلاص لقد فقدت الامل. وجاء واحد صديق لينا كان المفترض انه ياخدنا يودينا بسيارته، لكن السيارة عطلت، فقال خلاص بعتذر لكم، وكمان انا كنت طلعت قبل كده. خلاص قلنا ما عادش فيه، توقفنا عن التفكير في الموضوع لحد ما بدأت الاجازة يوم 26 رمضان بالظبط. تليفون الساعة 8 الصبح واحنا صاحيين وما نمناش، وقلنا خلاص بقى طالما كده كده مش مسافرين مش هننام ولا نريح. تليفون صغير، الو استاذ انور اجهزوا انا جاي عشان نطلع نعمل العمره. وكانت العمره يوم 26 رمضان، عملنا العمره المغرب وفطرنا في الصفا والمروه، وكان ده من اجمل الحاجات اللي حصلت ليله 27 رمضان. عارفين ده معناه ايه؟ الرساله اللي عاوز اقولها ان احنا كتير بنيأس وكتير بنقف ونقول خلاص حلمنا مش هيتحقق، ربنا ما استجابش دعانا، ونكتشف ان ربنا بيحقق اللي احنا عاوزينه او احسن من اللي احنا عاوزينه في الوقت اللي هو عاوزه، واكيد هيبقى احسن من اللي احنا عاوزينه. اوعى تيأس او توقف حلمك او ما يكونش عندك امل او تقول خلاص الوقت انتهى. مفيش حاجة اسمها الوقت انتهى، ربنا اللي رايده هيكون احسن من اللي انت عاوزه يكون. تعالوا نرحب بقى بثلاثة من المواهب الجميلة اللي يعني شفناهم من خلال المسابقة اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده، مواهب متميزة. النهاردة قررنا ان احنا نستضيفهم في هذه الحلقة عشان نستعرض هذه المواهب الرائعة. استاذ سيد، كل سنة حضرتك طيب. حضرتك طيب. شيماء وشاهد، اهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. اهلا بحضرتك طيب. منورين الاستوديو سبوتس. سعيد ان انا موجود مع حضرتك. اهلا بيكم. في البداية كده عشان اطولت عليكم معلش بعتذر لكم، بس حبينا نوصل رسالة كالعادة لبرنامجنا يقدم رسالة وفكرة وهدف، واعتقد ان انتم متفقين معايا في هذا الموضوع. اكيد طبعا. استاذ سيد نعرف نفسنا. انا اسمي السيد محمد الخضري، الشهرة السيد الخضري على السوشيال ميديا. بكتب شعر بقالي حوالي 12 سنة تقريبا، محافظة الشرقية مركز ابو كبير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. شيماء. انا اسمي شيماء مازن فخري، محافظة سوهاج، عندي 16 سنة، بدرس في صف الثاني الثانوي الأزهري. الموهبة ايه؟ الموهبة شعر. الشعر. شاهي مازن فخري فواز من محافظة سوهاج، في الصف الأول الثانوي، الموهبة شعر. اثنين اخوات. انت تانية وانت قلت ولا، فمش هسأل بقى توأم او لا. لا. بس ما شاء الله الشبه واحد، الشبه واحد. يعني نقدر نقول بنتين من مصر وبنتين من الصعيد وبنتين من ايه؟ من سوهاج. انتوا الاثنين عندكم نفس الموهبة؟ غريبه، هي دي ان ايه ولا ايه في بالظبط؟ يعني الموهبه انتشرت في العيله، على فكره مش اول حاله اشوفها، اكتر من عيله شفت فيها اتنين اخوات والاثنين بيقولوا شعر. مش انا كمان حافظه القران. بره، واحنا بره الاستاذ سيد قال ان حضرتك حافظه القران. أيوة. طيب بتتلي القران؟ طب نسمع حاجه كده. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات،
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح الله عليك يا شيماء أو شيماء. طيب خلينا نبدأ بقى بشيماء قراءة القرآن. أنت قلت لي إنك مجهزة حاجة برضو لها علاقة بالقرآن. طيب هي قصيدة بعنوان يا حافظ القرآن. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا الله أكبر يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. جميل جدا أحسنتي يا الشيماء بصراحة حاجة جميلة إلقاء جميل لغة عربية ومخارج ألفاظ حاجة كويسة جدا. طيب دلوقتي تعالوا بينا عاملين حاجة مشتركة مع بعض احنا الثلاثة. طيب قبل ما ناخد حاجة مشتركة تعالوا بينا نعمل فاصل صغير كده ونرجع تاني عشان نكمل كلام. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع تاني عشان نكمل سبوت الجديد بتاعنا في برنامج سبوتس انتظرونا. أعزائي المشاهدين عدنا مرة أخرى بعد الفاصل عشان نكمل السبوت بتاعنا النهاردة في حلقتنا ومعانا الأستاذ سيد الخضري الشيماء مازن وشاهد مازن. سمعنا قبل الفاصل الشيماء دلوقتي هنروح للأستاذ سيد. حضرتك قلت لي في حاجة أنتوا عاملينها يا جماعة. طب نخلي دي شوية ونسمع حضرتك لوحدك. مفيش مشكلة تمام ونسمع برضو بعد كده شاهد لوحدها وبعدين نشوف الحاجة الجماعة. اتفضل. أنا عندي قصيدة بعنوان النت هي عبارة عن رسالة يعني بوصل فيها رسالة. بقول لم يخطر يوما في بالي أحمل هاتف في أيدي وقتها لم كنت أبالي وأضع أيدي في جيبي وتحقق اليوم خيالي وكأن فكري هو عيبي والنت سيطر وتحكم فأقول بنات ويا شباب في سوئيمو يوتيوب وماسنجر وتانجو واتساب وكتير برامج سموها تواصل في الأصل خراب وادي حياتنا الأسرية تباعد والنت غلاب امسي بابني تليفونك شوف من بره على الباب ثواني يا بابا انا مشغول بكلم ماجد والشاب تعالي يا بنت انت حبيبتي واسمعي كلامي يا رحاب ورحاب اصلا مصدومه في حبيبها ده اللي اسمه هاب نزلت بوست في صفحتها ما شافتش منه اعجاب والام تبحث في جوجل كيفيه عمل العناب ردوا عليها وقالوا لها طلاقك حالا يا رب النت خلاص بقى توهان خلي حياتنا في عذاب معاكوا النت فيه فايده لكن استخدامه هباب يا أمة قائدها محمد لا تقع في مكر الأغراب يهدر دم ويهان
وننهو ببعض الألعاب. الرفق لديهم حيوان وقتلنا يلقى الترحاب. لا تنصاع لمن يدعو بسلام وسلامنا له غير مجاب. من حبي إليكم أنصحكم فأنتم إخوة أحباب. أدمجت الفصحى بعمية فالزرع من ماء سحاب. ولونت في بعض أبياتي بمزاح يعقبه عتاب. وإن كان الشعر موهبتي فالله العاطي الوهاب. الله العاطي الوهاب. الله عليك. أنا وأنا بسمع أول حاجة جت في دماغي، أول حاجة أكلمك بعد ما تخلص، أنت دمجت الفصحى بالعامية. رديت عليا قبل ما نسأل وقلت في القصيدة بتاعتك أنا من عشاق الهدف والرسالة أيا كانت الموهبة، إعلام، فن، سواء غناء، رسم، شعر، كل الألوان دي اللي احنا بنسميها يعني القوة الناعمة. القوة الناعمة دي لازم نقدم من خلالها رسالة، وحضرتك قلت رسالة مهمة جدا عن السلاح ذو حدين. بالظبط ده اللي كنت عايز اوصله. ما بنقولش ان النت وحش، لا، والموبايلات وحشه، والتكنولوجيا ما تنفعش نستخدمها، بس الاستخدام الصح اللي يفيد ما يضرش. بالظبط ده اللي انا كنت عايز اوصله. وصلت من اللي يسمعها يفهم. اه بالظبط، وده في حد ذاته نجاح. اشكرك. نروح لشات اصغر اللي موجودين معانا النهارده. صحيح فرق سنه بس مش مشكله. يلا. قصيدة النهارده بعنوان بكره لما الموت ياخدني. بكره لما الموت ياخدني وسيبه ريحتي في قلب اوضتي، وسيبه دمعي على المخده، وسيبه الساعه واقفه، سيبه ورقي وقلمي عادي، والمرايه والملايه واي حاجه كانت معايا، والكتب والسماعات، سيبه حضن دولابي يشكي انه من دون شماعات، سيبه حلم بعيد كتبته من سنين على كل حيطه، سيبه فرحي لما بسمع اي غنوه واي زيطه، بس اوعى تسيبه امي للوجع يملكها من بعدي، قولوا ليها كلام يطيب قلبها من بعد بعدي، قولوا ليها وجودي دايم واني ما شاهدتش هزايم، صبروها بصوره ليا او اي حاجه فيها مني، سمعوها صوتي لما كنت بغني، بس اوعى تدخلوها اوضتي هتحس بغيابي، فهموها اني كنت دايما بفضل قافله بابي، وانها تعمل عشاني كل حاجه بحبها، واني هفضل كل ليله اجي ابكي في حضنها. بكره لما الموت ياخدني ابو ظهر لظهر ابويا، وابو حزن لحزن اختي، اوعى تسيب اخويا على الغياب يقعد يعيط، دموعه بتسيف روحي الف ابره وخيط يخيط. بكره لما الموت ياخدني ابو بيت بيصاع صحابي، بكره لما الموت ياخدني ابقوا ادعوا في كل ثانيه، وابقوا زوروا القبر لما تبقى روحي في حته ثانيه. جميل. رساله صعبه جدا. يا شاهد انت لسه صغيره على الكلام ده. ربنا يديكم الصحة وطول العمر إن شاء الله، وتبدعوا لنا دايما، عشان أنا عاوز أسمعكم وأسمع شغلكم، فأنا عاوز أسمع الوقت اللي أنتم محضرين. أنا محضرين حاجة أنا كاتبها، اللي هي كتبنا أشعار عن الهم. بينا إحنا الثلاثة إن شاء الله. اتفضل. كتبنا أشعار عن الهم، لا خلص الهم ولا تلم. بحبر دموعنا كتبنا سطور، لا نفعنا خال ولا عم. وهي الدنيا إيه غير يوم وآخرتها في التراب نتلم. يوم وفاتي مش معلوم، ولا اقدر احسب عمري كم. ولغز الدنيا مش مفهوم، والحظ واقف شايفه اصم. يا بختي اللي فيها مظلوم، ده اجره عند ربه اهم. يا ريت الصحه بس تدوم، ورحمه ربي بيا تضم. حاجه بسيطه كده لذيذه، بس فكر كويس التعاون ان احنا نعمل حاجه مع بعض اشتركتوا عليه. طيب اللخبطه دي ما فيش مشكله ان شاء الله، احنا وصلنا الفكره اللي احنا عاوزين نوصلها. طيب دلوقتي عاوز اسمع منكم يعني ايه افكاركم واحلامكم الخاصه بموهبتكم، ولو في رساله تحبوا توصلوها من خلال الموهبه دي، ايه هي الرساله اللي عاوزين تقولوها؟ اتفضل يا استاذ سيد. انا بالنسبه لي يعني بعتبر الموهبه مش نجوميه، يعني انا الموهبه بنبتدي وبنطور من نفسنا، ولما بنظهر في برنامج او في التلفزيون عايزين نطور من نفسنا، مش شرط الشهره، مش الشهره هي النجاح الاساسي، اهم حاجه اطور من نفسي، اهم حاجه لما حد ينتقدني ما يتريقش عليا، ما يسخرش مني، ينتقدني انتقاد بناء بدون تنمر. يقول لي مثلا انت عندك خطا في المكان الفلاني، عندك خطا في الحته الفلانيه، تمام، اعدل من نفسي، اطور من نفسي. انا بكتب يمكن بقالي 12 سنه او 13 سنه، اول ما بدات كتابه خواطر، بدات اطور من نفسي، اكتب قصايد، في ناس ساعدوني كتير، في استاذه سميره محمودي، يعني ديت اول واحده حطتني على الطريق الصحيح، اللي هي انتقدتني انتقاد بناء، كلمتني قالت لي عندك واحد اثنين ثلاثة، بدأت أكتب صح، بدأت أطور من نفسي وأكتب مظبوط. الهدف من اللي أنا بكتبه، كل حاجة بكتبها وكل قصيدة بكتبها عايز يكون فيها رسالة، سواء للنت، سواء في سياسة، سواء في دين، سواء في حاجة، ولازم أكون فكري محايد، مش لازم أكون مع ده ولا مع ده،
حتى في الكورة أنا محايد، في السياسة أنا محايد، في الكتاب كل حاجة في الكتابة، في الكتاب في الكتابة لازم أكون محايد، لازم عشان تنتقي ما تقوله وما تعبر عنه عشان أوصل الفكرة للطرفين اللي عايزين يسمعوا، مش لطرف واحد بس. تمام، بس نسمع شيماء. اولا اتفق مع استاذ سيد في ان احنا مش واخدينها عشان شهره او نجوميه او ان احنا طلعنا على التلفزيون او الكلام ده. انا لما بطلع يعني لقاء زي ده او اطلع المسرح او اي حاجه ببقى حاطه هدف واحد اللي هو اسيب اثر في الناس، الكلام اللي انا هقوله يسيب اثر. انا مش عايزه اطلع اقول كلام وناس هتسقف لي وهنزل وخلاص على كده، مش عايزه اتشهر ولا حاجه. كل اللي عايزه اسيبه ان انا اسيب اثر في الدنيا دي، مش اكتر من كده. الانسان اللي ملوش اثر في الدنيا يعتبر مش مهم. بالظبط. ولجأت في يعني في الاشعار بتاعتي انا القاء بس، مش بكتب خواطر وحاجات زي كده. في الشعر بتاعي لجأت للي هو مثلا مدح الرسول، كلام عن القرآن، حاجات زي كده اللي هو يعني اوصل حاجه كويسه تفيدني وتفيد المشاهد اللي هو بيتفرج عليا او المستمع اللي هو بيستمع ليا، عشان ما بقاش ضيعت وقتي وضيعت وقته. ربنا هيحاسبني وهيحاسبه على الوقت اللي احنا بنضيعه. اكيد. اولا انا مش يعني انا مش بكتب شعر مثلا، لانه انا دي مش موهبه، يعني انا واخداها من موهبه عاديه. مثلا انا يعني تعبانه مثلا كده اجيب الورق بقى عادي واكتب، يعني ما يفرش معايا مثلا اطلع التلفزيون او اعمل كده، لا عادي يعني شيء حباه، شيء انا حباه ورغباه، فعادي ما يفرش معايا كلام الناس. جميل جدا. يعني بصراحه كلام بالذات انتوا، يعني طبعا استاذ سيد كلامه ما شاء الله، بس بتكلم عليكم انتوا لان انتوا يعني اصغر سنا بكتير طبعا، بيعبروا عن قيم اكبر بكتير طبعا. يعني حضرتك مريت بخبرات وتجارب وامور كتير في حياتك كتير. لكن في السن الصغير ده الناس مع ناس بالعقليه دي، انا اتعاملت مع ناس كتير، بشوف حد يعمل فيديو على تيك توك او يعمله على اليوتيوب او كده ويطلع يقول انا نجم، انا مشهور، انا كبير. وفعلا انا اتكلمت في حلقات كتير عن موضوع البحث عن الشهره، كل واحد عاوز يدور على الشهره وبس. تيجي ازاي مش مشكله، انا اجيب بقى ابقى ترند، اعمل الغلط، اعمل اي حاجه، بس المهم ابقى مشهور. ده مش شهره، هي دي المشكله بتاعتك، دي مش شهره. تمام. طيب رساله حضرتك حاوز توجهها للشباب، تمام، من خلال الكاميرا بتاعتك توجه رساله، وان شاء الله صوتك هيكون واصل لكل الناس. لا للتعصب في اي حاجه، لا للتعصب في الدين، لا للتعصب في السياسه، لا للتعصب في الكوره، لا للتعصب. سبب مشاكلنا كلها مع بعض في حياتنا التعصب، ان انا اتمسك برايي، ان انا اكون عندي رايي ومصمم عليه ومستحيل اقتنع براي غيري. ليه؟ لازم تسمع اللي قدامك، ولو ما اقتنعتش بيه من جواك حاول تقتنع بيه اقتناع خارجي عشان ما تتصادمش مع اللي قدامك. هي دي رسالتي لكل الناس، وخاصه الشعب المصري. احنا شعب مجادل، خلينا صراحه، احنا شعب مجادل، دايما نجادل في كل حاجه، في الكورة، في الدين، في السياسة، في أي حاجة دايما نجادل. فهو ده رسالتي للناس، لا للتعصب بس. رسالة عدم التدخل فيما لا يعنيك. بس كده؟ لا، هو الموضوع زاد، يعني اللي هو الناس بتتدخل في خصوصيات غيرها، الموضوع زاد عن حد يعني، فعدم التدخل فيما لا يعنيك. يعني بيوجه رسالة للناس لا تتدخل فيما لا يعنيك. بالظبط كده. تمام. خير الكلام ما قل ودل. أو جاستي في أنجاز. عدم الاحباط، بلاش انتقادات في الناس. انتوا مش هتنجحوا وانتوا هتفضلوا فاشلين، والكلام ده اللي هو فعلا بيأثر بطريقه سلبيه جامده، بيأثر جدا يعني. فبلاش الانتقادات والاحباط ده، انتقاد يكون بناء مثلا. يعني انتوا بتتكلموا على ان يبقى في نقد زي ما انت كملتي كده، ولكن بناء، نقد يكون بناء، نقد يفيد ولا يضر. بالظبط. بالظبط كده. يعني دايما انا بشوف ناس كل واحد عمل حاجه يقول انا بقيت خبره، بالظبط، انت وحش، انت ما تنفعش. وللاسف يعني انا في احد برامجي، اول برنامج ليا كان اسمه بحلق، دايما بتكلم عنه كتير، فكنت بجيب بعض القصص لدرجه ان في الحلقات بتاع البرنامج ده قالوا اعلامي القصه والحكايه والروايه، احنا بندردش مع بعض يعني. تمام. فكنا بنجيب بعض القصص، وفي قصص كتير جدا انا استغربت منها. قصص يعني مثلا لما نتكلم عن اوبرا وينفري، واحده من اشهر واكبر الاعلاميات في العالم، قالوا لها انت ما تنفعيش، امشي بسلامه، وكانت من اشهر واكبر وامهر واكثر الاعلاميين مانيه، كانت اوبرا وينفري. تمام. ممكن ده كمان كان له علاقه كمان بالشكل، باللون، ان هي كانت سوداء اللون او سوداء البشره،
فكان الناس بيكلموها بهذا الاساس، بس طبعا اثبتت نفسها وكملت رغم كل الناس. اكيد احنا مفروض نكمل بمجهوداتنا ونكمل بمهاراتنا هي اللي تظهرنا للناس، ولكن برضو الناس ما يعني ما بتسيبش حد في حاله. دايما الانتقاد بتاعهم بسخريه بطريقه. لو رحنا للكلام اللي قالته شاهد بالنسبه للامل، تعرفي مش هقول طبعا الاسم عشان ما بقاش اعلان، واحد من اشهر الحاجات اللي فيها فرانشايز في الاكل، الشخص اللي هو بيبقى له دقن كده يعني بدون ذكر طبعا اسماء، الراجل ده لف بالخلطه بتاعته على يعني مش عدد كبير جدا من الناس انه يرعاه ويبدا يشتغل عليه، وكان نجاحه وهو عنده فوق الستين سنه. فوق الستين سنه يعني ما فيش سن للنجاح. بالظبط. محدش يقول انا نجحت، محدش يقول انا مش ناجح او فاشل، لا، النجاح هو عملي ايا كان السن ايا كان العمر ايا كان البلد، كل ده بينبع من نجاح ملوش سن محدد وملوش مقاييس. بالظبط. يعني انا ما اقدرش اقول حضرتك ناجح بالظبط او العكس. بالظبط. تمام. لكن اقدر اقيم من وجهه نظر انا وغير يقيم من وجهه نظره هو المدى النجاح اللي وصلت له، لكن اقول ناجح وفاشل لا، صعبه لا. جدا. بالظبط. صعبه جدا. ده اللي احنا كنا عايزين نوصله. وبقول دايما لا للياس، فهو كالفاس يقسم الراس ويهد الباس. انا استمتعت بالحوار معاكم النهارده. احنا اتشرفنا. اكتر يا بجد، نماذج رائعه. انا سعيد ان انا كنت موجود حضرتك النهارده والله. والفتره اللي فاتت كان في كلام عن الصعيد واهل الصعيد وبنات الصعيد، احنا ما بنردش على الناس بطريقتهم، ولكن ترديتوا بكلامكم وفكركم ورزانتكم في الكلام اللي قدمتوه، الرسائل اللي انتوا قدمتوها. بشكركم شكرا جزيلا مره ثانيه، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا، ودي كانت النماذج اللي قدمناها، ودي سبوتاتنا اللي ان شاء الله مستمره ومكملين فيها باذن الله تعالى خلال الفتره القادمه. ان شاء الله سبوتس بكمل معاكم، وباذن الله انتظرونا في حلقات قادمه من سبوتس مع انور سالم في رمضان. وفي الختام دائما سلام.